عايز اعرف كل حاجه تقول لي على استقبال الجمهور ليك ده حبايب زمان. والله في البداية أنا مبسوط إن أنا موجود معاكم النهاردة، وشكرا على الدعوة دي. ومصادى البلد من المواقع اللي أنا دايما بتابعها وباخد الأخبار منها أول بأول. يعني أنا بالنسبة لحبايب زمان فرحت جدا. بص أنا عادة لما باجي أعمل عمل ما بكونش بنزله وبحط توقعات معينة أو expectations كده، إن أنا عايز أشوف الأغنية أو الألبوم هيوصل لغاية فين. أنا بقى الاساس بالنسبه لي ان انا بكون بعمل الحاجه وانا مستمتع بيها. يعني انا اصلا بعمل الاغاني علشان انا شخصيا اكون مستمتع بيها. فالنجاح بالنسبه لي هو ان انا ازاي اوصل لكلمات والحان تكون بتعبر عني انا شخصيا، واكون انا مستمتع وانا بشتغل عليها اول باول. يعني فدي اول خطوه من خطوات النجاح. بس لما بينزل العمل وانت بتكون مخلص فيه وبتقدم احسن ما عندك، بتلاقي رد فعل الجمهور هو الـ الـ الشغل ده يوصل لهم باسرع طريقه، انك انت اخلصت فيه بالظبط. عامل زي ما كنت بشبه انه لما دايما نقول مثلا الست دي نفسها حلو في الطبخ او في الاكل. ده نفسها حلو يعني ايه؟ يعني هي بتعمل الاكل ده وهي بحب، فالحب ده بيوصل لكل الناس. دي الحاجه اللي انا اتعلمتها في شغلي من زمان، يعني اتعلمتها من ناس كتير، ان انا لما بكون بعمل حاجه ما اعملش حاجه انا مش مبسوط بيها، او حاجه تكون مفروضه عليا، او مجرد ان انا اعمل اغاني عشان خاطر انتشار، او عشان خاطر دي بتعجب ناس وما بتعجبش ناس. ده مش مقياس بالنسبه لي. هو انا استمتعت بال 11 اغنيه اللي نزلتهم في حبايب زمان، عشان كده ربنا وفقني والحاجات وصلت للناس بسرعه، وحسيت ان في تفاعل والناس ردود الافعال انا شخصيا ما كنتش متوقعها. يعني